السلام عليكم. سلطان صح؟ اعذرني آخر مرة كنت عندكم ما عرف أسميكم كلكم، بس أعتقد أنت أكبرهم. صح أنا الكبير. ممكن أتكلم كلمتين بس لو سمحت؟ إيه حياك، البيت بيتك. لا لا الله يسعدك، خلينا نتكلم برا أحسن. أوكي حياك، تفضل تفضل. الله يحييك. تفضل تفضل اجلس. أدري إنك مستغرب من جيتي. الصراحة؟ إيه. أنا بصراحة أنا بعد ما أدري ليش جيت. يمكن أبي أتأكد بس إذا أنت صدق أخوي ولا لا. حاس فيك. طول عمرك أنت أدور عشان أعرف أنا مين. عارف لما يكون في قلبك أسئلة بس ما أنك عارف إجابتها. ستو حالاتكم أصعب مني، انتو عارفين الإجابة بس ما تبون تصدقون. شف أنا تقريباً قبل فترة عشت عيشة تشبه عيشتك اللي تعيشها الآن، وأعرف إيش يعني وحدة. بس فكرة إن بعد كل هالسنين فجأة يطلع أحد يقول أنا أخوكم ترى صعبة شوي. كلنا انحرمنا من أبونا، بس عارف ايش الفرق اللي بيني وبينك؟ ايش؟ ان انت عارف انت مين وانا مو بعارف، وقاعد ادور عشان اعرف الشيء هذا. ابي اطلع غلطة ما لها اصل. عارف انكم مو مصدقين او ما تبون تصدقون. فجأة كذا يطلع واحد يشارككم ورثكم اكيد ترفضونه. انا يا سلطان ابي فلوسكم، أنا بإخواني، أبي أهل أعيش وأكبر وأموت بينهم. ما أبي أموت لحالي، ما حد يحس فيني.